أقف بين يدي الجليل جل وعلا كما ورد في مضمون دعاء الإمام الصادق سلام الله عليه: إياك أن تدعو حتى تثني على الله. اجلسوا مكانكم، اللي يقدر يسجد يسجد، واللي ما يقدر يجلس مكانه حتى لا يصير ربك في المكان، كل واحد على راحته. يعني اللي يستطيع يسجد يسجد، واللي ما يقدر يجلس على الكرسي ويتوجه. هذه الليلة يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إياك أن تدعو حتى تثني على الله وتبذل جهدك في الثناء عليه والتذلل، ثم تعترف بذنبك، ثم تسأل الله حاجتك. أيها الأحبة، هذه ليلة منتظرة. أفرغ ما في قلبك إلى الله عز وجل، أفرغ ما في نفسك إلى الله عز وجل، أفرغ دموعك على خديك. فهذه الليلة ليلة الخشية، فإن لم تبكي في هذه الليلة فمتى تبكي؟ ابكي على نفسك حتى تتحصل رحمة الله، ابكي على نفسك حتى يقبلك الله. ماذا تريد منا يا رب في هذه الليلة؟ ما الذي تطلبه منا يا رب؟ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: يا عيسى، صب لي الدموع من عيني واخشع لي بقلبك يا ابن عمران، هب لي من قلبك الخشوع ومن عينيك الدموع ومن بدنك الخضوع، ثم ادعني تجدني قريبا مجيبا. أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد. وإن كل يا رب من العبد تحتها: لبيك عبدي ناديتني سلني أعطك. كل ما صرخ العبد: يا رب يا رب يا رب، ناداه الجليل: لبيك عبدي. هذه ليلة القدر، وقد جئتم تحت رحمة الله وعلى وعد الله عز وجل. اسجدوا بارك الله فيكم، ومن لم يستطع السجود فليقف مكانه أو يجلس. يا رب يا رب يا رب يا رب جميعا، يا رب 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 يا رب، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت،
أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقال، أنت الذي مكان، أنت الذي أعزاز، أنت الذي أعانت، أنت الذي عباد، أنت الذي أيات، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، أنت 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 يا رب، فما حالي أنا يا رب، وبما قابلتك يا رب، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي همام، أنا الذي جهل، أنا الذي غفال، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمد، وأنا الذي تعمد، أنا الذي وعد، وأنا الذي أخلف، أنا الذي نكث، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، العاف والعاف والعاف، العاف. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أملتني فمر عوات، وسترت علي فما استحيات، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينيك فما بالت، العاف والعاف والعاف، العاف. العاف. ارفع راسك، اجلس، ومد يديك إلى الله. آه ونفسي إن حرمت رحمة ربي غدا، آه ونفسي إن كنت ممقوتا في أهل السماء، آه وحزنا من تجرع الصديد وضرب المقامع غدا، آه وحزنا كلما طلبت التوابين، وقفت مع الأشقياء عاود السجود، أحبائي عاود السجود، يا رب هذا
مقام العائد بك من النار. هاي موقف يا رب بين يديك، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار. هذا يا رب، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربي، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير. أريدك تقلب خديك على التراب وتتصور لما يوضع هذا الخد على تراب القبر، لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك أي رب، لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك، وتعفيري بغير من مني عليك أي رب، ارحم ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري. هل عاف والعاف والعاف العاف. اجلسوا أيها الأحبة وارفع كفيك إلى السماء، أهوى خطيئتا أخلق وجهي ذل الخطايا. كيف أنظر إليك يا رب، يا رب أنا صاحب الخطيئة والجناية العظمى، يا رب ارحم من تجرأ عليك وافترى، يا رب ارحم من لم يراقبك إذا خلا، وإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي. قفوا على أقدامكم، نادوا معي يا رب يا رب يا رب، كأنها وقفتك يوم المحشر وأنت تضج إلى الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم، فك رقابنا من النار، 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 فك رقابنا من النار،
فك رقابنا من النار، فرج لنا فرج لنا فرج لنا فرج لنا يا منتقم 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 انصرنا 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 واكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كل واحد وأنت في هذا الوضع اطلب حاجتك من الله، بينك وبين الله اطلب حاجتك، والله سميع بصير بحالك، وهو القائل من دعاني استجبت له. اطلبوا حوائجكم. يا الله يا الله يا الله. إلهي فرج عن شيخنا فرجا عاجلا غير آجل، اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تري. إلهي اكفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، ارزقه اللهم الصحة والعافية والمعافاة. إلهي فرج عن كل سجين يا الله، رد كل غريب، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. إلهي من طلب الذرية الله